المكان اللي بتطلع منه المصاري بتفوت عليه المشاكل. اخ من المشاكل، اوف وميت اوف. ما عم بقدر اتحمل امي، مالي عم بقدر اتحمل الفجوه اللي بين هالعالمين. يا ريتكم ما طلعتوا من الضيعه ابدا، ويا ريتني ولدت هنيك بهديك الضيعه المنسيه. يا ريت ما اجيني وما شفت للمدينة، يا ريتنا شفناها بالتلفزيون وبس هيك من بعيد. يا ريت ما كان كل شيء هيك قدام عيوننا ويكون بعيد لهالدرجة وما نقدر نلمسه. اصحك 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 اصحك، لا تقولي بعيد يا امي وما منقدر نلمسه، قولي رح المسه كل شي رح يصير إلي أنا، بس لا تقولي بعيد. ماشي يا بنتي. أوف 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 أوف، من وين إجتنا هالمشاكل كلها؟ كنا عايشين ما أحلانا وعم نحلم، ما كنا نأذي حدا ولا حدا كان يقرب علينا ويزعجنا. من وين طلع هاللعين قدامه لابني هو وسيارته؟ خرب لي بيتي، الله لا يوفقه. بنتي ليش عاملة هيك؟ هي قديمة أمي. إذا قديمة ليش هيك شققتي يا ميت شقفة، وسختي أرض الغرفة، الله يصلحك. مو هاد نفس الشاب تبع المستشفى؟ شو عرفني أمي، ما انتبهت أبدا. تركي هاتي أنا بكبها هلا. يلا أحسن، رمية لمي الباقي.